ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم يسرا عامر، وهعمل معاكم النهارده حواوشي البلدي في الطاسه. سهله قوي قوي، ما بياخدش اي وقت ولا اي مجهود، بس الفكره في التوابل والبهارات اللي هنحطها عليه عشان يطلع زي بره بالظبط. بس قبل ما ببدا الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل افكارنا وفيديوهاتنا، ويلا بينا نبدا مع بعض. علشان خاطر نعمل حواوشي، معايا حوالي كيلو لحمه، عليه تقريبا معلقتين او ثلاثه من اللي هي الضاني، وهستخدم بقى كمان نص كيلو من البصل المفروم، مفروم ناعم في الكبة. معايا حوالي 5 ثمرات من الفلفل الرومي برضو مفروم ناعم، ومعايا كمان ثمرتين كبار من الطماطم برضو مفرومين ناعم في الكبة، كله فرم في الكبة مش في الخلاط. انا عايزة كل الحاجات تبقى مفرومة ناعم، بس يعني مش عصير، انا فرمت كله في الكبة وخدت معلقتين كبار من البقدونس. نيجي بقى عند التوابل. اول حاجه الملح والفلفل، حوالي معلقتين صغيرين او ثلاثة بالكتير قوي قوي ملح، ومعلقه صغيره من الفلفل، وكيس من البيكنج باودر، وهقول لكم ليه بستخدم البيكنج باودر. معايا معلقه صغيره من القرفه، ومعلقه صغيره من الحبهان، معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الكزبره، معلقه صغيره مليانه من البهارات، ومعلقه صغيره من الكباب الصيني. نبدأ بقى دلوقتي بإضافة كل المكونات مع بعضها. اول حاجة هبدأ اضيفها هي البصل المفروم. انا هنا مستخدمة الكيلو لحمة نص كيلو بصل، في ناس بتستخدم كيلو بصل على كيلو لحمة او بصل كتير، بس انا يعني بحس انه لا، كده كتير قوي. انا ممكن استبدل الكمية دي كلها بخضار، زي ما انتوا عارفين انا بحب احط الخضار قد ايه، فممكن نستبدله بفلفل رومي مع طماطم مع بقدونس، ونستخدم نص الكمية بس بصل كفاية علشان نستفيد من الاكلة باكبر قدر ممكن. وبعدين ابدأ اوزع التوابل بقى، البيكنج باودر، باكو بيكنج باودر، والملح والفلفل، ومعلقة صغيرة من القرفة، ومعلقة صغيرة من الحبهان، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة مليانة من البهارات، ومعلقة نص معلقة صغيرة من الكباب الصيني. وهقلب كل المكونات او الخليط ده مع بعضه كويس قوي، بحيث كل التوابل والبيكنج باودر يتوزع بشكل متساوي في كل خليط اللحمة بتاعي. وخلي بالكو انه خليط اللحمة بتاع الحواوشي بيبقى جوسي وطري، مش زي الكفته ما بنحطلهاش بقسماط، مش عايزينها تبقى متماسكه، بالعكس خليط الحواوشي بيبقى طري معايا علشان يطريلي لقمه العيش بتاعتي. بعد التسويه انا خدت جزء من اللحمه وعملت كرات بالشكل ده علشان تسهل عليا حشو العيش، بحيث كل كوره اخدها واحطها في العيش على طول. زي ما انتم شايفين انا فاتحه العيش بالشكل ده، وده بجيب دايما العيش الفاتح لانه لسه هيدخل في تسويه تانية، فعشان ما يتحرقش معايا هاخد بقى هنا كرات اللحمه دي، وابدا اخد كوره كوره منهم وافرد في رغيف العيش. اقول لكم ليه بقى، انا دلوقتي استخدمت البيكنج باودر علشان خاطر اللحمه ما تكشش معايا جامد في رغيف الحواوشي. احنا كنا استخدمنا البيكنج باودر قبل كده في الكفته، وبرده بستخدمها في الحواوشي زي ما قلت لكم عشان اللحمه ما تكشش معايا، وعلشان خاطر واحنا بناكل الحواوشي بعد كده نلاقي طبقة من اللحمة، زي ما الخميرة بتعمل انتفاخ للمخبوزات برضو بتعمل طبقة كده للحمة، بتخليها طبقة سميكة مش رفيعة، فنحس ان في طبقة سميكة كده للحمة في رغيف الحواوشي. ده بالنسبة للبيكنج باودر. برضو الملح، خلي بالكم ما تخلوش الملح في اللحمة وهي نية مظبوط، لا خلوه عاد بسنة صغيرة عن اللي احنا متعودين عليه، لانه بعد السوى الطعم بيتركز قوي قوي، فبيبقى لو الملح مظبوط بتبقى حادقه، فعشان كده خلوه بس عادي بسنه عشان بعد ما يستوي يبقى مظبوط. وزي ما انتم شايفين انا بفرد اللحمه بتاعتي في رغيف العيش كله بالتساوي، ويدوبك بس باخد نقطه صغيره من الزيت على ايدي وادهن بيها وش الرغيف وظهر الرغيف، هي نقطه صغيره مش اكتر، ما بزودش عن كده. احنا كفايه احنا حاطين يعني ليا ضاني ودهون في اللحمه، مش محتاجين دهون كتير بره. طبعا دلوقتي طاسه بتسخن جدا جدا على النار، انا مولعه عليها النار تسخن، خلصت جزء من اللحمه، دول تقريبا 6 رغيفه، اقل من نص كميه اللحمه، يعني تلت كميه اللحمه عملت يوم 6 رغيفه. والطاسه هي سخنه على النار، هبدا انزل بالعيش بتاعي. انا مش حاطه اي ماده دهنيه في الطاسه نهائي خالص، وهحطها وابدا اقلبها لحد ما وشها يحمر من الناحيتين، واضغط عليها بالشكل ده لحد ما تتحمر من الجهتين. عايزه اوريكم كده شكل اللحمه من جوه، زي ما انتم شايفين اهو، طبقه عامله طبقه سميكه نوعا ما، علشان خاطر البيكنج باودر اللي حطيته خلالي اللحمه تتنفخ
ما تكشش وتبقى طبقة رفيعة ومش باينة في العيش. زي ما انتم شايفين كنت مشغلة طاستين مع بعض، بخلص هنا وهنا علشان اخلص الكمية بسرعة. عايزة اوريكم اول اتنين خلصتهم اهو زي ما انتم شايفين، كان لسه طالع زي ما انتم شايفين طبقة اللحمة، وكان طعمه حلو جدا وحروفه مقرمشة. ده بعد شوية يعني، انا قدمته بعد شوية عشان اقدر امسكه لانه كان سخن جدا فطريت شوية، لكن اول ما كان طالع كان مقرمش جدا وسخن. طبعا اللي بيحب الحراق يحط فلفل حامي، بس انا عشان عندي اطفال فما بحبش احط الفلفل الحامي، لكن كان تحفة قوي قوي وطعمه بجد زي بره. التوابل دي مع بعض بتديله طعم جميل جدا. بص الحروف مقرمشة ازاي، كريسبي جدا، ولقمة العيش كده شاربة من الجوس بتاع اللحمة والحاجات اللي حطيناها فيها، فلقمة العيش طرية والحروف مقرمشة وطعم اللحمة كده متركز من البهارات اللي فيها، حاجة كده بصراحة كانت تحفة جدا. خلصنا خلاص الحواوشي بتاعنا النهاردة وعملناه على الطاسة بطريقة سهلة. ان شاء الله يا رب تجربوا ويعجبكم، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان توصلكم كل افكارنا وفيديوهاتنا، وبألف هنا.